17 واحد اول مرة. ايه رايك في الموسيقى دي؟ هما دول يا احمد الصبر. انت مين يا ابني؟ انت هو دخلت هنا ازاي؟ ايه ده في ايه؟ يعني ايه دخلنا هنا ازاي؟ حضرتك انا جايه انا وخطيبي علشان نتفق مع استاذ سيد على اللوحه دي، وخلاص خلصنا عليها وهو موافق. طب بس عشان انا قلت هو انت مين؟ انت وكمان يا اسلام انت دخلت في الكادر. اسلام بلاش يا دكتور. ايه؟ انت دخلت في الكادر؟ لا انا معرفهمش. فمحمد مش شرط يا ماشي. 17 واحد تاني مره. لا لا ده يا 17 واحد رابع مره. ايه رايك في المزيكا دي؟ ما ده يا حضرتك انت مين يا ابني؟ دخلت هنا ازاي؟ ايه ده في ايه؟ يعني ايه دخلنا هنا ازاي؟ حضرتك انا جاي انا وخطيبي عشان بنخلص الواحد دي مع استاذ سيد بعد ما وافق. لا انا ما اعرفهمش، انا اول مره اشوفهم في حياتي. يا فندم عارفين اسمك؟ انا مش بس عارفه اسمك، انا كمان معايا نمره تليفون وهكلمه دلوقتي حالا عشان حضرتك تشوف بنفسك. ستوب. سلام.